معكم في ملفنا الأول. يستمر التوتر الأمني في إسرائيل وأنحاء الضفة الغربية، حيث قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر خلال محاصرة أحد المنازل في بلدة يعبد جنوب جنين، كما واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين من القدس ومناطق مختلفة بالضفة الغربية. التطورات الأمنية تأتي في وقت بدأت تتضح به ملامح الحكومة الجديدة، وبالتزامن مع تبادل الاتهامات بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وبين إيتمار بن غفير الذي سيتسلم وزارة الأمن الوطني، على خلفية تدخل بن غفير في قرارات الجيش بعد محاكمة جندي اعتدى على ناشط سلام إسرائيلي، حيث أوضح كوخافي أنه لن يتم السماح لأي سياسي إسرائيلي من أي حزب بالتدخل في قرارات القيادة والجيش في إسرائيل. ففي الإضافة إلى تخوفات الدولية والفلسطينية، تخوفات إسرائيلية من تغيير الوضع القائم، حيث حذر لبيد من خطورة تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى. لمفقداي ولفقوداي لأورخ الشنين، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تنضم إلى قافلة القلقين من الحكومة المقبلة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ البلاد لاحتوائها عناصر متشددة. ينعكس ذلك على معاقبة الجيش الجندي وفق وهو يتفوه لصالح عضو الكنيسة من أقصى اليمين إيتمار بن غفير. مشرعون انتقد العقاب ووصفه بغير المتناسب، ليشن أنصاره هجوما على الجيش، ويتعرض بن غفير لانتقادات من خصومه معتبرين موقفه بمثابة تحريض للجنود على ضباطهم. عضو الكنيسة أيزنكوت الذي كان قائد هيئة الأركان العامة للجيش ذهب إلى أبعد من ذلك، محذرا من أن سلوك بن غفير قد يؤدي إلى تقسيم الجيش وتفككه. وزير الأمن غانتس قال لضباط إسرائيليين اليوم إنه يتوقع منهم عدم الرضوخ للسياسيين ومنعهم من التدخل في قراراتهم العسكرية والحفاظ على استقلاليتهم. وفي سياق تشكيل الحكومة، يستعد نتنياهو للطلب من الرئيس الإسرائيلي تبديد مهلة تشكيل الحكومة ليتسنى له انتخاب رئيس للكنيست. ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الليكود وأحزاب الحريديم، رغم التوصل إلى اتفاق بين الليكود والصهيونية المتدينة. اتفاق ينص بحسب الإعلام على تسلم الأخيرة للإدارة المدنية الحاكم الفعلي للضفة الغربية، إضافة إلى شؤون المستوطنات المدنية. وعليه فإن نتنياهو خرج برسالة مطمئنة للمجتمع الدولي خلال مقابلة مع الصحافة الأمريكية، مدعيا أن إسرائيل لن تحتكم إلى قوانين التلمود في فترة الحكومة المقبلة، ومن يحدد السياسة العامة سيكون هو شخصيا وحزبه الليكود. ولنقاش هذا الملف ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور أحمد غنيم، قيادي في حركة فتح. مرحبا بك دكتور أحمد. كما ينضم إلي من عمان دبلوماسي أمريكي سابق الأستاذ مفيد ديك، أهلا بك. وتنضم إلي من القدس مراسلة آي 24 نيوز فاطمة عمر خميسي، مرحبا بك فاطمة. فاطمة، ما هي صورة الوضع لديك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بحملة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس، وفي وقت تحذر به الأوساط الأمنية من يعني التخوف من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة القدس؟ نعم لورين، في البداية نحن نتحدث عن اندلاع للمواجهات قبل قليل في حي الطور في مدينة القدس، وأيضا نتحدث عن اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي لمشفى المقاصد في أيضا في مدينة القدس. هذا الأمر يأتي على خلفية عمليات التمشيط والبحث الإسرائيلي حول منفذي عملية التفجير المزدوج قبل أسبوع في مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات الآخرين. لذلك لورين نستطيع أن نرى أن هنالك تطور ملحوظ ميدانيا هنا في مدينة القدس. البارحة كان هنالك أيضا حملة اعتقالات في حي الطور، ولكن تم إخلاء سبيل المشتبه فيه في ضلوعه في تنفيذ هذه العملية المزدوجة. لذلك نستطيع أن نرى أيضا أن العملية لا زالت مستمرة، وأيضا نتحدث عن عدد من الاعتقالات لأشخاص مشتبه فيهم في ضلوع في هذه العملية، ولكن حتى الآن الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر حول تفاصيل
تفاصيل وهوية الأشخاص. نحن نتحدث عن تخوفات في المنظومة الأمنية من استمرار وتصاعد العمليات المسلحة في مناطق التماس وأيضا في مستوطنات الضفة الغربية. هذا الأمر لديه أيضا تداعيات على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي سوف تكون أكثر يمينية وتطرف. لذلك هذا الأمر أيضا يشير إلى عدد من المخاوف لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية لورين. لذلك يعني هنالك ترقب نوعا ما، ولكن الأجواء هنا يعني نتحدث عن مواجهات متفرقة في مدينة القدس على إثر ما الذي يحصل، وهناك أيضا تخوف من التقديرات التي تشير إلى أن المجموعة أو الخلية التي نفذت العملية المزدوجة في القدس الأسبوع الماضي لا تنتمي لأي فصيل فلسطيني. لذلك هناك تخوف من أن يكون هناك استمرار للعمليات الفردية، وكنا قد رأينا البارحة العملية الدهس التي كانت في المستوطنة كخاف يعقوب وأسفرت عن إصابة جندية بجراحة خطيرة ولكنها مستقرة. لذلك هذه الأجواء، جميع السيناريوهات مطروحة، وخاصة أن هنالك تخوف أمني من مآلات الحكومة اليمينية. نعم فاطمة، تتشكل. وصلت الفكرة من مدينة القدس، مراسلة اي 24 نيوز فاطمة عمر خميسي، شكرا جزيلا لك. أريد أن أرحب أيضا بضيفي بالوزير الإسرائيلي السابق الأستاذ أيوب القرة. مرحبا بك أستاذ أيوب معنا. يعني أستاذ أيوب، تخوفات كثيرة من في يعني من في القيادة الحكومة السابقة، يعني جانس، كوخافي ولبيد، يقولون بأنه قادة الحكومة الجديدة مستمرون في التحريض على الجنود وعلى الضباط ويشجعونهم، وهذا يهدد بإحداث فوضى داخل المؤسسة العسكرية. هل هذا ما يعني كنتم تريدون أن ترونه في اليمين وفي حزب الليكود؟ طبعا لا، حزب الليكود واليمين بشكل عام دائما اتهم بأمور زي هاي. القلق ما إله محل حسب رأيي، لأنه لما بيكون الشخص في المعارضة أو في انتخابات ممكن يحكي شو بده، حين ما يدخل إلى الوزارات اللي هي مهمة ومسير دولي فيها، فكل النهج بتغير. لذلك أنا متأكد تماما أنه كل هذا نابع من الظروف السياسية اللي بتعبرها اليوم إسرائيل من ناحية تركيب الحكومة. على المدى البعيد بيكون استقرار وأهم من كل شيء. نفس السيناريو كان في 77 مع مناحم بيغن، لما فاز في الحكم لأول مرة اليمين قاموا قالوا على أبواب حرب، على أبواب حرب. قعدنا 30-40 سنة مع اليسار ما عمل سلام. بعد سنة كان أنور السادات موجود في القدس. فلذلك خوف هذا من اليمين هو نابع من مفاهيم رجعية ما إلها محل. ولكن يا أستاذ أيوب، عندما يقوم بن غفير وهو الذي سيستلم حقيبة الأمن الوطني بتحريض الجنود على أن لا يتلقوا ولا يعني لا يتلقوا تعليمات من القادة، والآن يعني بالإضافة إلى التحذيرات، الآن وزير الأمن الإسرائيلي يرفض طلب بن غفير بزيارة الجندي يعني المعاقب في سجنه، يعني هذا دليل على أن هناك خطر حقيقي داخل سيكون داخل المؤسسة العسكرية. بن غفير بعده مش في الحكومة، والحكومة بعدها حكومة يسار. لذلك يعني حديث بعده بلا مسؤولية وبلا أخذ المسؤولية على الجيش أو على الشرطة أو على كل الأمن الداخلي. لذلك أنا ما سمعت من ابن غفير عم بيحكي أي شيء اللي هو مش منطقي. يعني ما شفته أنه حكى ضد حدا، ولكن قال إذا جندي أدلى بتصريح كذا وآخر مش معناه بتبعثوا، وهذا شيء طبيعي. بما معنى يعني يحاول التدخل في قرارات الجيش. أستاذ أيوب ابقى معي لو سمحت، سنستمر بعد قليل بالحديث عن هذا. دكتور أحمد، يعني كما ذكرنا هناك تخوفات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية. لبيد حذر اليوم من أن الحكومة الجديدة قد تشعل الأوضاع تحديدا في القدس والمسجد الأقصى، هل بالفعل تلمسون هذا؟
صحيح هناك قلق دولي ليس فقط قلق محلي، قلق دولي وقلق إقليمي من الحكومة القادمة، لأن مكونات الحكومة القادمة واضحة. يعني تكوين هذه الحكومة يتكون من يمين ويمين فاشي صهيوني متطرف. إسرائيل تعودت أن تقوم بعدوانها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تضع إجوانتي كلبزات بيضاء تحاول أن تقدم نفسها دائما الضحية، ونجحت لفترة ما في تقديم ذلك. الآن جاء من يريد أن يكشف ذلك تماما، لذلك الغضب في المؤسسة الأمنية وفي المؤسسة العسكرية، أنهم يدركوا أنهم هم معتدين وأنهم يرتكبون جرائم دولية وأنهم يرتكبون جرائم حرب، ولكن جاء من يريد أن يعلن ذلك علنا، يعني يتحدث عنه بصوته ويريد أن يتحدث عنه بشكل معلن. هذا ما يقلق الإسرائيليين، أما ما يقلق العالم أمر آخر. ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن جاء من يفضح هذه الجرائم من داخل التكوين الإسرائيلي. ما يقلق العالم أمر آخر. ما يقلق العالم أن هذه الحكومة وضعت منصة في مكان حساس حتى أصبح اليمين الفاشي في إسرائيل، هذه المنصة في الشيخ جراح في المسجد الأقصى تحديدا، جعلت هذا اليمين الفاشي الآن على كرسي الحكم في منطقة ممكن أن تشتعل كل يوم وتؤدي إلى اشتعال المنطقة. هذه الحقيقة الآن تتجسد في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في كل العالم. رغم انشغال العالم بقضية أوكرانيا روسيا، إلا أن هذه المنطقة حساسة ومهمة للعالم بأسره. نعم أستاذ مفيد، يعني الحديث عن تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى، كيف تتابعه الأردن والدول العربية برأيك؟ نعم، مساء الخير، تحية لك ولضيوفك ومشاهديك الكرام. دعني أبدأ بالقول إن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في مطلع الشهر الجاري ربما كان اليمين هو المنتصر فيها، ولكن الخاسر الأكبر هي دولة إسرائيل نفسها. هي خاسرة لأنه كما قال ضيفكم السيد غنيم قبل قليل، في ظل حكومات على الأقل يعني قريبة من اليسار أو يسار الوسط، كان تقوم بسياسات هي لمصلحة إسرائيل، ولكن خطابها السياسي هو خطاب مقبول عالميا بل حتى وإقليميا، وإن كانت السياسات ليست بعيدة عن سياسات اليمين. الآن جاء اليمين إلى السلطة، المعارضة اليمينية أصبحت هي الجناح التنفيذي للحكومة الإسرائيلية، خطابها وأعمالها متطابقة، وبالتالي هذا يثير الكثير من التوتر والحذر والريبة في الإقليم وفي على مستوى العالم أيضا. أنا أعتقد أن علاقات إسرائيل ستتوتر أكثر مع إدارة بايدن، أعتقد أن علاقات إسرائيل ستتوتر أكثر جدا مع الأردن الجار الأهم بالنسبة لإسرائيل بسبب الوضع الديمغرافي الفلسطيني في الأردن إلى آخره. حتى أيضا الدول التي طبعت مع إسرائيل خلال الثلاث أربع سنوات الماضية، أعتقد أنها ستجد من الصعوبة المتزايدة عليها أن تبقي على هذا التطبيع في ظل أعمال إسرائيلية قد لا تستطيع الحكومات الدول المطبعة مع إسرائيل الاستمرار في علاقاتها مع إسرائيل في ظل هذه الأعمال والخطاب السياسي المتصاعد يمينية. نعم أستاذ أيوب، نتنياهو قال وشدد على أن حكومته لن تدار وفق قواعد التلمود والشريعة اليهودية، ولكن يعني نحن نرى سطوة بنغفير وسموتريتش على الحكومة، كيف تفسر أن سموتريتش سيكون مسؤول ربما عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتي كانت دائما تتبع إلى الجيش الإسرائيلي وإلى وزارة الأمن؟ الإدارة المدنية وظيفتها التعاون مع إخواننا الفلسطينيين، مش جيش، سيفيل ميليتري، يعني شغلها هو إنها تساعد المواطنين في كل المدن الفلسطينية. فطبيعة الحال هذا مش يعني مشكلة إنه يكون في إيد إدارة ثانية، لأنه كل الهدف إنه ينعطى دعم. ولكن هدف سموتريتش هو ليس التعاون مع الفلسطينيين أستاذ أيوب. يعني من ناحية المبدأ ما في هنا حرب، يعني الجيش الحربي مش موجود فيها في التنسيق، ما يسمى التنسيق الجيش اللي هو بده ياتو سموتريتش. بآخر المشوار حسب رأيي
سموتريش بيكون وزير مالية ومش مسؤول عن الجيش كليا حسب رأيي، وممكن مستقبل يكون، ولكن على الجيش حتما ما فيه أي تأثير، ولا لبن كبير بيكون على الجيش أي تأثير. أنا شايف التركيب الحكومة، الحكومة هاي مستندة على الليكود اللي سنوات عديدة عمل الاتفاقيات الإبراهيمية، عمل مع المدينين اللي معه أجودات إسرائيل وشاس اتفاقيات سلمية، وكانوا أيدوا، حتى شاس أيدت الاتفاق في أوسلو. فلذلك يعني ما يبيعونا أي التطرف اللي عم يحكوا عليه. بن غفير ما بيمسك سكينة ولا بفقع حاله. كنتوا لازم تحكوا يا حضرات المحترمين على حماس اللي واقفة على حدودنا وعلى إيران اللي هي عدو كل المنطقة، بدل ما تفكروا إنه حكومة إسرائيل الديمقراطية هي مشكلتها. طيب دكتور أحمد، بالإضافة إلى ما قاله أستاذ أيوب، نتنياهو اليوم طمأن المجتمع الدولي وقال إنه حكومته لن تكون متطرفة، وقال إنه وزارة الأمن ستبقى بيد حزبه وهو حزب الليكود. هل هذا الحديث يطمئن الجانب الفلسطيني؟ وكيف سيتصرف الجانب الفلسطيني في حال تولى سموتريتش ويعني وضعه نتنياهو على الإدارة المدنية؟ أولا أنا أريد الاصطلاح civil military ما مرش علي، يعني ما في عسكر مدني، يعني ما مر علي، ربما خانه التعبير في الأمر. الإدارة المدنية وفق اتفاق أوسلو محلولة، وفق اتفاق أوسلو البند 17 محلولة، لا يجوز أن تكون هناك إدارة مدنية إذا كان هذا الاتفاق قائم. أنا أدرك أن هذا الاتفاق دخل حالة إشكالية وهو اتفاق في حالة الموات، ولكن أطرافه لا تريد أن تشيعه، كل لسبب. إذا تم تعيين أيا كان في هذه الإدارة فهي إدارة احتلال، أيا كان في هذه الإدارة هي إدارة احتلال. لا يريد الإسرائيليين أن ينتبهوا أن الشارع الفلسطيني قد تغير تماما فيما يتعلق في هذا الفهم، فهموا لمسألة الاتفاق مع الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني الآن يبحث عن طريقة لتغيير وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث تكون هذه الوظيفة وظيفة بعيدة عن أي علاقة مع المحتل الإسرائيلي الذي يريد أن يضل العالم. ما قاله نتنياهو اليوم في مقابلة لصحافة أمريكية تحديدا هو محاولة لتضليل الرأي العام من التكوين الحكومي اللي هو ذاهب إليه. هو التكوين الحكومي له سببين، الإسرائيليين أنفسهم يعرفوا ذلك، وحزب الليكود نفسه يعرف ذلك، أن ما يقلق نتنياهو في السنة الأولى هو قضايا تتعلق به في المحاكم، قضايا الفساد، وبالتالي التشكيل الحكومي كان أمامه خيارات أخرى، هو اختار هذا الخيار اللي يريد أن يمرر المسألة المتعلقة فيه. بعد عام لا أدري كيف سيفكر، كيف حيذهب، ولكني لا أرى في الأفق أن المجتمع الإسرائيلي نفسه قد نضج إلى حل إلى حد يعني الحديث عن سلام حقيقي. من لديه ترسانة نووية تهدد المنطقة بأكملها لا يجوز أن يتحدث عن السكاكين كتهديد. بن غفير بيده من الأدوات التحريضية التي يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، وليست سكين في يد طفل يحاول أن يقول أننا لا نريد هذا الاحتلال. نعم أستاذ مفيد، يعني تحدثت عن أنه سيكون هناك توتر بين الحكومة، حكومة نتنياهو الجديدة، وبين الجانب الأردني وأيضا الجانب الأمريكي، ونعلم بأنه حكومات نتنياهو السابقة كانت هناك قطيعة بين نتنياهو والمملكة الهاشمية. ما المتوقع من الأردن في هذه المرحلة في حال بالفعل كانت هناك تدهور للأمور في القدس وتغيير وضعية المسجد الأقصى؟ صحيح، المتغير هذه المرة والأخبار السيئة هذه المرة لنتنياهو هي أن الرئيس الأمريكي ليس هو دونالد ترامب الذي كان متطابقا تماما مع نتنياهو، كان يقول له نتنياهو اقفز فيقول له على أي ارتفاع. الآن لدينا حكومة مختلفة في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس بايدن، التي ليس سرا أنها عملت كل ما باستطاعتها لمنع وصول نتنياهو إلى السلطة، ولكنه وصل، وهذه
وهذا النظام الديمقراطي لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. لكن لسوء حظ نتنياهو أيضا أن الجمهوريين الذين الآن حلوا محل الديمقراطيين في التحالف مع اليمين الإسرائيلي لم يصلوا بأعداد كبيرة في الانتخابات النصفية الأمريكية قبل 3 أسابيع إلى الحكم. الجمهوريون فازوا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وظل مجلس الشيوخ في يد الديمقراطيين أي يد إدارة الرئيس أو حزب الرئيس بايدن. وبالتالي نتنياهو لن يستطيع أن يسير المنطقة كما سيرها في عهد ترامب. إدارة الرئيس بايدن باعتقادي واعتقاد الكثيرين أنها ستقف إلى جانب الحكومة الأردنية التي تعتبرها حليفا قويا جدا في هذه المنطقة. هي تريد استقرارا وأمنا للأردن، ولن تسمح لأحد بأن يتلاعب في الاستقرار والأمن الأردني، لأن ذلك سيهدد لا مصالح إسرائيل فقط على المدى القصير والطويل، بل سيهدد المصالح الأمنية القومية الأمريكية أيضا. أمريكا لن تسمح بذلك. وكما قلت، لسوء حظ نتنياهو أن العاصفة التي حدثت في الولايات المتحدة، عاصفة السياسة كما يعني ما أريد أن أقوله، لم تكن عاصفة كاملة، بمعنى اليمين الأمريكي لم يصل إلى السلطة، وبالتالي ظلت السلطة مقسمة بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين، بل إن الفريق الديمقراطي التقدمي الذي ينتقد إسرائيل قد ازداد قوة في الكونغرس الأمريكي، وبالتالي هذا سيصعب الأمور على نتنياهو. نعم أستاذ أيوب، هل توافق من يقول أن إسرائيل في طريقها إلى عزلة دولية؟ هذا سخرية، يعني أنا يعني للسخرية حتما، لأنه الشعب الأمريكي بينظر لإسرائيل إنه حليف الأول إله. ما غيرت هذا التحالف على مدى أكثر من 70 سنة، ولذلك حتى لو كان جمهوري أو ريبوبليكان ما في فرق، أسف، يعني إذا بيكون ديمقراطي أو ريبوبليكان ما في مشكلة، لأنه السياسة هي واحدة الأمريكانية. ممكن يغيروا هون وغاد، جرب يلعبوا دور قبل يعني، وكان تفكير عندهم إنه حتى الإدارة الجديدة جربت تغير كل المنهج، ما يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية، وشافوا قوام إنه ما إلهم حل ثاني، لأنه في الشرق الأوسط في حلف، في عدو واحد. كل هاي وجهة وكذب اللي عم بيحكوا، في عدو واحد فقط هو الإرهاب وإيران، هذول العدو على المنطقة كلها. كل كلمة زيب بيحكوها هون هي مزايدة وما إلى، ما بأثر لا كبير ولا أمريكا على الواقع اللي صرنا فيه. نحن ماشيين لاتفاقيات سلمية، وبنكبير بيرفع أصبعه أول واحد، كل هاي الأقاويل ما إلها محل، وإن شاء الله بيكشف هذا الشيء قريب. يعني أتمنى هذا أستاذ أيوب أن يكون هناك بالفعل تهدئة وسلام في المنطقة. أستاذ دكتور أحمد، القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة هي قيادة ضعيفة، ما هي الخيارات التي تمتلكها السلطة الفلسطينية في حال صحت كل التقارير التي تتحدث عن سياسة يمينية واضحة، التي تتحدث عن توسيع الاستيطان وتغيير قواعد الاشتباك؟ شوفي، أنا لدي آراء تختلف كثيرا عن القيادة الفلسطينية واجتهادات مختلفة، خاصة فيما يتعلق في الديمقراطية وانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولدي اختلاف واسع معهم. ولكن المقياس الذي ينظر إليه الإسرائيليين حول قوة وضعف القيادة الفلسطينية لا يروق لي، ولا يعني ما بقبلوش. المقياس اللي بعتقده فيه هي قوية أو ضعيفة القيادة الفلسطينية، هي إذا بتخدم أهداف حماية الأمن الإسرائيلي، بيحكموا عليها قادر تحافظ على الأمن أو مش قادر تحافظ على الأمن. إذا يعني خدمت أهداف الأمن الإسرائيلي فبعتبروها قوية، خدمت أهداف الشعب الفلسطيني ودافعت عن الشعب الفلسطيني بعتبروها قيادة ضعيفة. لذلك هذا المقياس غير مقبول علينا. أنا بكل رأيي واجتهاداتي المختلفة عن في أداء القيادة الفلسطينية، أعتقد أن القيادة الفلسطينية بالمعيار الإسرائيلي هي قيادة للشعب الفلسطيني، لها مكانتها ولا
ورمزيتها. نحن باجتهادنا الداخلي نطالب الرئيس الآن اليوم أن يعلن انتخابات داخلية وأن يفك الارتباط مع دولة الاحتلال. وأنا أريد أن أقول للسيد أيوب اقتضاب أنه ليراجع ما قاله ابن كفير وثقافته عبر التاريخ. هذا يريد أن يتخلص من كل العرب بما فيهم أي فرق. نعم دكتور أحمد غدام الخيالي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك. الوزير الإسرائيلي السابق أستاذ أيوب قرة، شكرا جزيلا. ملفنا الثاني، يبقوا معنا.